في خلاف تاريخي كبير عن اول كمبيوتر رقمي بالعالم، وخصوصي انه الكمبيوترات في هذاك الوقت كانت تتطور بشكل سري من قبل الحكومات لاغراض استخباراتيه او عسكريه او ابحاث علميه. لكن بالمقارنه مع انظمه الكمبيوتر الحاليه من حيث اعاده البرمجه وطريقه التشغيل والتوافق مع المعايير، فينا نحدد انه جهاز كمبيوتر انياك هو اول جهاز كمبيوتر رقمي بالعالم. اسمه الكامل Electronic Numerical Integrator and Computer، يعني الحاسب والمكامل العددي الإلكتروني. من اسمه فينا نستنتج أنه كان يستخدم لحل المعادلات والعمليات الحسابية بالإضافة للأبحاث العلمية. تم تطويره بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، تم العمل عليه لمدة أكثر من سنتين ونص، وتم إطلاقه لأول مرة عام 1946. بالفعل كان أحد استخداماته حساب مسار قذيفة بالمعارك. جهاز كمبيوتر إنياك هو أول جهاز كمبيوتر إلكتروني قابل لإعادة البرمجة ومتعدد الاستعمالات. يعني الأجهزة اللي كانت موجودة قبله كانت إما تستعمل عناصر ميكانيكية تعتمد على المسننات وبالتالي بتكون حركتها كتير بطيئة، أو هي أجهزة كمبيوتر إلكترونية ولكن غير قابلة للبرمجة وبالتالي ما فينا نستخدمها غير لهدف واحد. تصور بعصرنا الحالي إذا نحن بدنا نستخدم كمبيوتر بيشغل برنامج واحد فقط، يعني إذا أنا بدي أشتغل على الفوتوشوب بدي أستخدم كمبيوتر معين، وإذا بدي أشتغل على الوورد بدي كمبيوتر تاني خاص بالوورد. فالإنياك هو كان أول جهاز كمبيوتر إلكتروني بيقدر يشغل أكثر من برنامج عن طريق إعادة برمجته. الشيء الجديد بهذا الجهاز أنه كتير سريع، وبالتالي فينا نستخدم نفس الجهاز نفس الهاردوير لأكثر من تطبيق أو أكثر من وظيفة، وهذا كان مفهوم كتير جديد بهذاك الوقت. أتاح جهاز كمبيوتر إنياك إمكانية تشغيل برنامج معين ألف ليقوم بوظيفة معينة، وبعد ما تخلص صار فينا نعيد برمجة الكمبيوتر لنشغل برنامج بي ونعمل وظيفة تانية مختلفة. مشان هيك تم اعتماد جهاز كمبيوتر إنياك بالمراجع العلمية كأول جهاز كمبيوتر رقمي متعدد الاستعمالات. خلينا نشوف هلأ مواصفات الجهاز وكيف كان. أكيد كل ما رجعنا بالزمن لورا أكثر حيكون حجم الأجهزة الإلكترونية أكبر، وكل ما مشينا بالزمن لقدام بنلاحظ أنه حجم الأجهزة عم يصغر مع الوقت. كان الجهاز عبارة عن 40 لوحة تحكم متصلين ببعض، كل لوحة منهم قياسها 60 سنتي عرض ب 60 سنتي عمق ب 240 سنتي ارتفاع. يعني إذا جمعنا لوحات الكمبيوتر كلها جنب بعض رح يصير عرض الجهاز 24 متر، يعني حوالي 5 سيارات واقفة جنب بعض. طبعا هيك جهاز لازم يكون موجود بمكان كبير. الغرفة اللي كان فيها هذا الجهاز كانت مساحتها تقريبا 150 متر مربع، ما يعادل بيت كبير عبارة عن 3 غرف وصالة أو أكثر. وزن الجهاز كان 27 طن، يعني رقم خرافي بمفاهيم عصرنا الحالي، على عكس أجهزة الكمبيوتر اللي موجودة بهالأيام اللي ممكن تنحط على طاولة أو مثل السمارت فون اللي ممكن يكون بجيبتنا. الحجم والوزن الكبير بيرجع لاستخدام عدد كتير كبير من العناصر الإلكترونية، تقريبا 100,000 عنصر، منهم حوالي 18,000 vacuum tubes أو صمام مفرغ يلي هو كان قبل اكتشاف الترانزستور. طيب كيف كانت السرعة والأداء لهيك جهاز بهالحجم بهالوزن بهالمواصفات هاي؟ جهاز كمبيوتر إنياك كان بهذاك الزمن يعتبر أسرع من غيره كتير، لكن بمقاييس عصرنا للأسف هو ما كان يتجاوز 100 كيلو هرتز. يعني أي جهاز كمبيوتر بمعالج انتل كور i3 رح يكون أسرع منه بحوالي 37,000 مرة على الأقل، للكور الواحدة للنواة الواحدة فقط. كان يقدر ينفذ 5,000 عملية جمع أو طرح بالثانية الواحدة، أو 385 عملية ضرب، أو 40 عملية قسمة عددين على بعض، أو 3 عمليات جذر تربيعي. ومع هيك كانوا يعتبروا العلماء أنه أسرع بكتير من أي كمبيوتر تاني موجود أو من أي حاسبة ميكانيكية موجودة بهذاك الوقت. بسبب السرعة هاي بدل ما تاخد عملية حساب مسار قذيفة 40 ساعة باستخدام الآلات الحاسبة الميكانيكية صارت تاخد حوالي 30 ثانية باستخدام جهاز كمبيوتر إنياك. هلأ بنيجي على طريقة تشغيل الكمبيوتر وبرمجته. طبعا طريقة تشغيل جهاز كمبيوتر إنياك ما كان يصير بضغطة زر مثل هالأيام، أصلا ما كان في نظام تشغيل مثل ويندوز أو أوبونتو أو ماك، وحتى ما كان في أجهزة إدخال وإخراج مثل الكيبورد والماوس أو الشاشة لعرض النتائج. طريقة تشغيله أو برمجته كانت صعبة كتير ومعقدة كتير، ما بتشبه أي لغة برمجة من اللغات اللي كانت بوقتها أو اللغات العصرية الحالية الموجودة بأيامنا. طريقة تشغيل وبرمجة جهاز الإنياك
تعتمد على عدد كبير من المفاتيح للسويتشز والأسلاك وربط العناصر ولوحات التحكم ببعضها البعض بطريقة معينة لحتى نخلي الكمبيوتر يعمل وظيفة معينة. طبعا هالشي كان ياخد معهم أيام كتير كبيرة وأسابيع كتير كبيرة لتغيير البرنامج A وتشغيل برنامج B، لأنه ببساطة تغيير البرنامج يتطلب إعادة برمجته على الجهاز مرة تانية، وإعادة البرمجة هي عبارة عن إعادة توصيل وتحريك حوالي 10,000 سويتش. طبعا إدخال البيانات ما بصير عن طريق كيبورد وماوس، بصير عن طريق قارئ كروت مثقبة. الكروت المثقبة أو البانشت كاردز هي طريقة قديمة لترميز البيانات على ورق مقوى، يتم تثقيب الورق بأماكن معينة للدلالة على أحرف أو أرقام معينة. ونفس الشيء النتائج ما بتنعرض على شاشة، وإنما بتنكتب على ورق مقوى بطريقة البانشت كاردز أو عن طريق مؤشرات ضوئية للدلالة على العدد الناتج. تكلفة هذا الجهاز وصلت لحوالي 500,000 دولار بهذاك الوقت. أخذ بناؤه بالكامل أكثر من 2.5 سنين، ولكن تم استخدامه فقط لمدة 10 سنوات.